بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض دلوقتي في حل أسئلة الدرس الثاني في كتاب الوسام بنك الأسئلة، سؤال رقم 27. إن شاء الله في كل فيديو هيبقى 10 مسائل عشان وقت الفيديو، عشان ننتظم في الفيديوهات، عشان الناس اللي بتقول هنتأخر، فإن شاء الله هحاول يوميا يبقى ينزل فيديو 10 مسائل. هنبدأ في المسألة رقم 27. سلك مستقيم له مقاومة R ثنائي من منتصفه، وصل التيار بين المنتصف والطرفين فتكون مقاومته الجديدة هي. اولا السؤال ده سؤال كويس، لكن في ناس بتنقل الاسئله من الكتب من غير ما بتكون فاهمه السؤال وبتنقل السؤال غلط. يعني في ناس تقوم سائله تقول لك سلك مستقيم له مقاومه ار ثنائي من منتصفه، فمقاومته هتصبح قد ايه؟ ثنائي من منتصفه، انت ما حددتش كده فين المدخل والمخرج، انت ممكن المدخل والمخرج يتغير. فهنا حدد، قال لك التيار هيدخل بين المنتصف والطرفين. طيب يعني ايه بين المنتصف والطرفين؟ انت المفروض كان عندك سلك كده مقاومته ار، انت تاني بالنص. يعني ايه تاني بالنص؟ هي اكنك قسمت نصين كده ووصلت الاتنين توازي، فبقى السلك كده ده سلك نص ار وسلك نص ار. التيار هيدخل بين المنتصف، يعني ايه المنتصف؟ يعني السلك المتني ده، يبقى التيار هيدخل كده ويخرج من الطرفين، يعني دول كده، يعني مقاومتين متوصلين توازي. قيمة المقاومة كام؟ نص ار. نص ار توازي نص ونص، يبقى ربع، يبقى الإجابة هتكون ربع ار، الإجابة رقم ج. هنا سؤال مهم جايب تقريبا معظم أفكار توصيل التوالي والتوازي، وموجود في كتاب المدرسة. بيقول إذا وصلت 4 لمبات مقاومة كل منها 6 أوم، لمبة يعني هيها المقاومة، فعندك 4 مقاومات قيمة كل واحدة فيهم 6 أوم، متوصلين على التوازي ومتوصلين ببطارية 12 فولت. يعني لو احنا حبينا نرسمها هنرسم ادي اللمبة الاولى ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة، كل دول متوصلين مع بطارية 12 فولت، كلهم توازي، يبقى ده الـ12 وده 6 و6 و6 و6. المقاومة الكلية للمبات الاربع هتساوي ايه؟ دول 4 لمبات متوصلين على التوازي، قيمة الواحدة فيهم هتقسمها على عددهم، يبقى انت هتقسم 6 على الـ4، 6 على الـ4 هنا تتعلق 3 على 2 أوم، يبقى دي كده محصلة المقاومات في حالة التوصيل على التوازي. رقم 2، عاوز شدة التيار المر بالبطارية. شدة التيار المر بالبطارية يعني فرق الجهد على المقاومة الكلية. طيب فرق الجهد بتاع البطارية 12 والمقاومة الكلية اللي احنا لسه حاسبينها 3 على 2، فانت هتكتب 3 على 2 يعني تطلع فوق، يبقى عندك 12 في 2 24 على 3 يديك 8 أمبير. رقم 3، عاوز الشحنة الكهربية اللي تترك البطارية في 10 ثواني. شحنة وزمن، عاوز معناها ايه؟ الحاجة اللي فيها كده هي شدة التيار. طيب انت حاسب شدة التيار قبل كده؟ اه حاسبينها فوق ب 80. طيب عاوز كمية الكهربية، طب الكيو بتساوي اي تي شدة التيار مضروبة في الزمن، شدة التيار 8 والزمن 10، يبقى عندك 80 كولوم. رقم 4، بيقول شدة التيار المار بكل لمبة تساوي شدة التيار اللي بتمر بكل لمبة. انت عندك التيار كله اللي احنا حاسبينه في الخطوة رقم 2 8 أمبير، هيتوزع بالتساوي على 4 مقاومات، يبقى انت عندك 8 أمبير هيتوزع على 4 مقاومات، يعني كل مقاومة هتاخد 2 أمبير بس. فرق الجهد بين طرفي كل لمبة يساوي، ده توصيل توازي، يبقى فرق الجهد متساوي على كل الفروع، يبقى فرق الجهد على كل لمبة بيساوي جهد المصدر بالظبط. طيب المقاومة الكلية بالأمبات الأربع دول لو هو موصلهم توالي، توالي يعني هتضرب عددهم اللي هو 4 في 6 يديك 24، قيمة المقاومة الكلية ده في حالة توصيل التوالي. رسم رسمة بيقول فولتميتر بطارية 6 فولت، مقاومة 100 كيلو أوم، وهنا مقاومة 100 كيلو أوم، متوصل بيها فولتميتر مقاومته 100 كيلو أوم برضو، كل دول متوصلين بالبطارية 6 فولت، وعاوز مقاومة الفولتميتر في الشكل بتكون 100، فتكون قراءاته بتساوي، يعني عايز قراءة الفولتميتر في الشكل ده، وجايب ان المقاومة الداخلية بصفر. قراءة الفولتميتر هنجيبها منين؟ يعني عايز فرق الجهد اللي على المقاومة دي. بكل بساطة فرق الجهد على المقاومة، طالما في عندك مقاومات توازي فاختصرها مع بعضها، فده 100 و100 هتلاقيها 50، فالرسمة بتاعتنا هتلاقيها كده في 100 فوق وفي 50 تحت كيلو أوم،
طيب عندك بطارية 6 فولت متوزعة توازي على مقاومتين، فرق الجهد والمقاومة العلاقة ما بينهم طردي، فرق الجهد بيساوي اي ار، يعني ال V وال R علاقة طردية، يعني فرق الجهد بيتوزع بنفس نسب المقاومات. عندك المقاومة دي ضعف المقاومة دي، فده ياخد جهد ضعف ده. فالستة تقسمها كام؟ يبقى جزء ضعف التاني هيكون 4 فولت واتنين فولت، يعني قراءة الفولتميتر 2 فولت. طيب جت ازاي برضه؟ المفروض عندك ده ضعف ده صح؟ يعني واحد فيهم نسبته 1 والتاني 2، يعني مجموع النسب 3. فاللي انت بتعمله بتقسم فرق الجهد الستة ده، ده لو عشان هو سؤال اختياري فانت بتحله من غير خطوات، انما بالخطوات هنحلها دلوقتي. ال6 فولت هتقسمها 3 اجزاء، يبقى الجزء بكام؟ باتنين. طيب كده الجزء الواحد باتنين، احنا قلنا الفرق الجهد ده يتوزع بنفس نسب المقاومات. طب النسب ده ضعف ده، ده ضعف ده، يعني ده هياخد 2 من الجزء ده، يعني 2 في 2. طيب ده هياخد 1 بس في 2، يبقى ده هياخد 2 فولت وده هياخد 4 فولت، يبقى الحل بتاعنا 2 فولت. طيب الحل بتاعنا بالخطوات هيبقى ازاي؟ الحل في الخطوات هتحسب قيمة المقاومة الكلية بتاعتهم. عندك 100 و100 توازي، يعني 100 في 100 على 100 زائد 100، ده كده دول توازي مع 100 دي توالي، هيطلع لك الحل بتاعهم ان هما 150 كيلو اوم. عندك فرق الجهد ب6، يبقى تحسب التيار في على ار، يعني 6 على 150 كيلو اوم، يعني في 10 اس 3. نحسب التيار ده نشوف هيطلع كام. هيطلع عليه رقم بالامبير. كده احنا جبنا التيار الكلي ده. طيب التيار الكلي ده هيجي هنا، هيتوزع جزء هنا وجزء هنا، المقاومة بتساوي المقاومة فيتوزع على نفس النسب، يعني قيمة التيار بتاع المقاومة اللي هي دي بيساوي نص التيار الكلي اللي انا حسبته ده. طيب انا عندي التيار وعندي المقاومة، يبقى اعرف احسب قيمة فرق الجهد. يبقى قيمة فرق الجهد هو التيار في المقاومة. طب التيار نص في المقاومة، التيار نص المقدار ده اللي هو نص فيه عشان ما ننساش، 6 في 150 في 10 أس 3، كده ده التيار مضروب في المقاومة اللي هي 10 أو 100 في 10 أس 3، اللي هي 100 كيلو أوم. ال10 أس 3 اللي فوق تروح مع 10 أس 3 اللي تحت، 2 في 150 ب300، يبقى عندك فوق 100 وتحت 6 في 100، يعني 600، وتحت 2 في 150، يعني 300. 600 على 300 يعني 2 فولت. ده الحل بالخطوات لو هي مسألة نظري. لو هي مسألة اختياري زي دي كده، فالحل 2 فولت زي ما احنا حسبناه بالطريقة بتاع النسب. طيب الرسمة اللي بعدها في السؤال رقم 28، بطارية ال R small بتاعتها بصفر، قوة دفع الكهربية بتاعتها 12 فولت، هنا مقاومة R وعليها فولتميتر V، وهنا مقاومة R وهنا مقاومة R، وعايز قراءة الفولتميتر ده. هي نفس الفكرة اللي قبلها بالظبط، ده مقاومة ومقاومة توازي، القيمة بتاعتهم المحصلة بتاعتهم بنص R، وعندك هنا R يعني مقاومة ضعف المقاومة، يبقى فرق الجهد ضعف فرق الجهد، يبقى النسبة بين فرق الجهد هنا ضعف الجزء اللي هنا، يعني ده ياخد جزئين وده ياخد جزء، يعني ال12 انا هقسمها 3 اجزاء، يعني جزء ب4، يبقى ده 2 في 4 8، ده 1 في 4 ب4. لو عايز فرق الجهد اللي هنا يبقى 8 فولت، موجودة في الاختيار 8 فولت. عايز اللي هنا على اي مقاومة من دول هيكون 4 فولت. لو عايزين نعملها بالخطوات هنعملها بنفس الخطوات اللي فاتت بالظبط، هي نفس المسألة اللي فوقها بالظبط، بس الفرق ان هناك كان قايل ان المقاومة نفسها هي الفولتميتر، هنا جايب مقاومة بس مباشرة. هنا مسألة جايب المسألة دي وعايز قيمة المقاومة المجهولة R، جايب قوة دفع الكهربية البطارية، وجايب مقاومتها الداخلية، وجايب مقاومات خارجية، وجايب لنا التيار الكلي. طيب نحل المسألة دي ازاي؟ انت قانون اوم اللي عندك، طالما فيه مقاومة داخلية يبقى عندك قانون اوم، اي بتساوي في بي على ار كلية زائد ار سمول. بص بقى في المسألة وقسمها كده اجزاء. عندك قوة دفع الكهربية موجودة تمام،
ار داخليه موجوده، ار الخارجيه موجود منها واحده اهي موجوده والتانيه مش موجوده. ممكن توفر على نفسك وتقسمها، انت عندك التيار الكلي موجود، عندك الار دي بس اللي مش موجوده، هتقسمها لجزئين، جزء موجود باربعه، يعني لو احنا عوضنا هتخلي التيار بنص، هيساوي قوة دفع كهربية بأربعة على المقاومة الداخلية قيمتها 8/10. قلنا المقاومة الخارجية قسمها أربعة لوحدها عشان تسهل على نفسك بس، وخلي دول مع بعض المحصلة بتاعتهم سميها R. احسب R المحصلة كده من العلاقة دي أول. طيب تحسبها ازاي؟ بكل سهولة خالص، طلع دول فوق هنا وينزل النص تحت، يبقى عندك R زائد 4/8 هتساوي 4/5. 4/5 يعني 1/2 فوق، يعني عندك دي 8. تمام كده، المفروض دي الرياضة سهلة، أو لو أنت منتش عارف الحاجات دي خليها 4/5 زي ما هي، أنت بس نزلت النص فيبقى عندك 4/5. 4/5 يعني كام؟ اعملها في الآلة الحاسبة برضو لو منتش عارف هتطلع لك 8. تمام كده، 4/8 وديها هنا بالسالب، يعني شيل 4/8 دي وخليها هنا سالب 4/8، يديك كام؟ 3/2. مين بقى 3/2؟ المقاومة الكلية بتاعة ال R وال 16. طب R وال 16 دول متوصلين توازي، يبقى محصلة التوازي اللي هي 3/2 بتساوي مين؟ حاصل ضربهم اللي هم 16 R على مجموعهم اللي هم R زائد 16. نضرب طرفين في وسطين، 3/2 يعني 3/2، 3/2 على 1، 16 R اضربها في 1 يبقى عندك 16 R هتساوي 3/2 مضروبة في R، 3/2 مضروبة في R زائد 3/2 مضروبة في 16، 3/2 مضروبة في 16. نحسبها ازاي؟ عندك ال R اهي، طريقة الحسابات دي في سلسلة أساسيات رياضية، هتلاقي طريقة حل كل المعادلات دي فيها، الرابط بتاعها هيبقى موجود في الأي دي لما تكون الحلقة موجودة. أنت عاوز الـ R جنبها حاجة مجموعة عليها، أو قبل ما نعمل الخطوة دي، أنت عندك هنا R وهنا R، أنت لازم تخلي الـ R-ات كلها في جنب واحد، فهنا عندك 16 R وأديلها ده في الطرف بتاعها، يبقى عندك 16 ناقص 3/2 R. طيب 16 ناقص 3/2 هيديك كام؟ دي 8/10، يبقى 12/8 R بتساوي كام؟ 3/2 في 16. ممكن نعملها بالآلة الحاسبة عشان نختصر الكلام ده، 3/2 في 16 بـ51.2. اقسم هنا على 12 و8 واقسم هنا على 12 و8، يطلع لك ال R بتساوي 4. يبقى الإجابة بتاعتنا هتكون 4 أوم. تاني الفكرة بتاع المسألة، مسألة فيها مقاومة داخلية وبطارية واحدة، يبقى قانون أوم للدوائر المغلقة، عندك تيار وقوة دفع كهربية ومقاومة داخلية، متبقي لك قيمة المقاومة الخارجية. حسبنا احنا قيمة المقاومة الخارجية طلعت 3/2، ساوي المقاومة بقى الباقية دي، ساويها بالمحصلة بتاعت 2 توازي، يبقى حاصل ضربهم على جمعهم، يبقى 16 في R مقسومين على R زائد 16. بعد كده طرفين في وسطين، وصلنا للمعادلة دي، بتجيب ال R في جنب واحد، الصغيرة هي اللي بتروح للكبيرة، يبقى 16 هتجيب لها 3/2 بس بالسالب عشان عديت اليساوي، تطرحهم من بعض يطلع لك 12/8 بتساوي الناتج ده اللي هو 51.2. انت عاوز ال R بس، يبقى اقسم على اللي جنبها هنا وهنا، يطلع لك ان ال R بتساوي 4 أوم. سؤال رقم 32 في الدائرة الموضحة، احترقت فتيلة المصباح ده، فعاوز قراءة الفولتميتر. الدائرة عبارة عن مصباح، مقاومة، فولتميتر، بطارية، كلهم توازي، مفيش مقاومة داخلية، لو احترق أي فرع توازي فرق الجهد ثابت لن يتغير فيبقى تظل كما هي. والفكرة دي متكررة في مسائل كتير، ولكن الأشكال بتاعتها بس اللي بتختلف. المسألة اللي بعدها بيقول في الدائرة الموضحة دي، لو قفلنا المفتاح ده ايه اللي هيحصل؟ الدايره دي عباره عن ايه؟ اللي انا ببقى الحاجه اللي انا بقى عايز اظبطها لك او ابسطها لك، الرسمه بس اللي انا بقى عايز اظبطها، اللي هي ايه؟ ان الرسمه دي هي بالظبط، لو انت عندك بطاريه المفروض فرق الجهد بتاعها بيتوزع على المقاومات، فالمقاومات عندك مقاومه هنا ومقاومتين توالي كده، بس المقاومه دي معاها مفتاح،
بس. فالفكرة ايه؟ ان الفرق الجهد بتاع البطارية بيتوزع على المقاومة دي والمقاومة دي بنفس نسب المقاومات. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي المفتاح ده مفتوح بتاع البطارية، فانت كان عندك R و R، يعني هنا في مقاومة وفي هنا مقاومة. طيب تمام، ايا كانت القيم بتاعتهم مش هتفرق معانا دلوقتي، فرق الجهد متوزع على المقاومة دي والمقاومة دي. طيب هنا التيار ده المفروض أميتر، الأميتر بيقيس التيار الكلي. طيب لما أنا أقفل المفتاح إيه اللي هيحصل؟ وصلت مقاومة توازي في دايرة، وصلت مقاومة توازي يعني قللت مقاومة، يبقى زودت تيار، يبقى الحاجة اللي على طول هتبقى أنا عارفها إن التيار يزداد، يبقى الأميتر يزداد، الأميتر يزداد، يبقى باء وجيم غلط. عايزين نعرف دلوقتي الفولتميتر هيزيد ولا هيقل. فين الفولتميتر؟ الفولتميتر مع المقاومة دي اللي هي كانت مقاومة واحدة بقى مقاومتين. طيب قدامك حاجة من الاتنين عشان تعرف هيزيد ولا هيقل. الحاجة الأولى إنك دلوقتي زودت التيار، تمام. طيب فرق الجهد ده لو فرضنا إن هو 10 ومتقسم هنا 5 وهنا 5، التيار زاد صح؟ طيب التيار زاد وفرق الجهد على المقاومة دي بيساوي إيه؟ التيار في مقاومة يعني أي آر. طيب الأي زادت يبقى فرق الجهد على المقاومة دي زاد. طيب البطارية دي ثابتة يعني هي كده كده مش بتطلع على 10، دي كانت واخدة 5 زودتها خليتها 6 مثلا، فبالتالي دي لازم تقل، يبقى فرق الجهد بين المقاومتين دول لازم يقل، يبقى المفروض الأميتر زاد وفرق الجهد أقل، يبقى الإجابة بتاعتك هتكون رقم د. هنا سؤال جميل بيضحك على الطالب اللي مش مركز. ايه هو الطالب اللي مش مركز؟ هنا سلك بيقول لك او موصل مخروط الشكل ومغير لك في مساحة مقطع البداية ومساحة مقطع النهاية، فانت هتقول مساحة المقطع بتغير في المقاومة، وبالتالي المقاومة بتغير في التيار، والإجابة بتاعتك كده هتكون غلط. ليه هتكون غلط؟ لأن ده موصل مهما كانت بدايته ومهما كانت نهايته المقاومة بتاعته مش هتختلف. يعني ايه المقاومة بتاعته مش هتختلف؟ أقولها لك بطريقة أبسط. لو أنت عندك مقاومة 5 أوم وبعد كده مقاومة 10 أوم ومقاومة 10 أوم، أو خليها حتى 100 أوم ومية أوم، 100 أوم ومية أوم توازي، يعني المقاومات دي ب50 أوم، تمام؟ يعني المقاومة الأولى 5 والتانية ب50. هل معنى إن المقاومة دي 5 كبيرة والمقاومة دي 50 الخمسة صغيرة والخمسين كبيرة يبقى ده يمشي فيها تيار كبير وده يمشي فيها تيار صغير؟ لأ. ليه؟ لأن التيار بيدخل على المقاومات المقاومة الكلية من أول نقطة تقاطع لآخر نقطة تقاطع، من أول ما يدخل لغاية ما يخرج. وتشوف هنا المقاومة كام الكلية، والتيار بيدخل بناء على أساسها، ما بيدخلش على أول مقاومة بعد كده لما يجي يقابل مقاومة تانية يغير قيمته، لأ هو من البداية للنهاية في الفرع الواحد ده لغاية ما تقابل نقطة تقاطع بيبقى القيمة بتاعة التيار ثابتة. يعني التيار لما يدخل هنا هو اللي هيفضل ماشي في السلك لأنه داخل بناء على قيمة الموصل ككل، فبالتالي النسبة من التيار اللي هيدخل هو اللي هيخرج هو واحد. طيب ليها طريقة تانية؟ اه ليها طريقة تانية. انت عارف ان ده موصل دخله تيار معين فالتيار هيخرج، فالموصل مش بيحتفظ بالتيار، وده كان سؤال علي المخنينة قبل كده ان الموصل لا ما بيشحنش الكهرباء. ليه؟ لانه مش بيحتفظ بالشحنات الكهربية، دخل شوية شحنات كهربية لازم يخرجوا من الطرف التاني، فالنسبة بين التيار عند ال A وعند ال B هيكون بواحد. سؤال رقم 35، النسبة من المقاومة 2 إلى المقاومة 3 بتساوي، المفروض أنت عارف إن التيار عكس المقاومة، فتقوم قايل إن هي أي 3 على الأي 2. تيجي تبص في الاختيارات مش هتلاقيها، وتلاقي دي أي 2 على الأي 3، تقوم قايل السؤال غلط. هنا السؤال فكرته رياضية أكتر ما فكرته فيزيائية، ولكن هنجاوبه. أي 3 القيمة بتاعت أي 3، أولا أنت عندك هتبص فوق هل في حاجة فيها أي 3؟ مش هتلاقي فوق حاجة فيها أي 3. طيب هتغير قيمة الـ i 3، نشوف الـ i 3 بتساوي ايه. الـ i 3 بتساوي i 1 ناقص i 2، هي الـ i 1 داخلة هنا اتوزعت فوق i 2 و i 3، يبقى الـ i 3 هي الـ i 1 كلها ناقص الـ i 2 تحت الـ i 2. طيب في الرياضة كنت دايما عشان أوضحها للطلبة بقول طالما في حاجتين فوق وحاجة تحت اقسمها القلب ده كده واقسمه نصين، وخد مرة الـ i 1 مع الـ i 2 ومرة الـ i 2 مع الـ i 1، يعني هيبقى لك i 1 على الـ i 2 ناقص i 2 على الـ i 2، يعني i 1 على الـ i 2 ناقص i 2 على الـ i 2 بواحد، يبقى الإجابة بتاعتك هتكون هي رقم ج. وعشان تزود لمعلوماتك الرياضية لو كان العكس مش عاوز اكتبها في السؤال عشان ما تتلبخش، ولكن لو هي الـ i 2 فوق والـ i 1 ناقص الـ i 2 تحت ما ينفعش تقسم،
امتى ينفع تقسم؟ لو القلب مرسوم طبيعي كده، انما لو هو مقلوب ما ينفعش تقسم. مسألة رقم 36، في الدائرة المقابلة عاوز قيمة المقاومة المكافئة. المسألة صعبة لما تشوفها يعني، مش هتعرف تحلها. اسهل طريقة اللي انا بقايلها في الفيديوهات بتاع الشرح اللي هي طريقة اكس واي. بس قبل ما نعمل طريقة اكس واي، قلت في الفيديو السادس بتاع الشرح ما ينفعش اسيب اي مقاومات توالي ولا توازي. فانت عندك هنا مقاومتين توالي ار وار، شيلهم وحط مكانهم مقاومة واحدة 2 ار. ار وار شيلهم وحط مكانهم مقاومة واحدة 2 ار. طيب لو جيت تعمل الطريقة اللي انا بقولها، تعالوا نعملها خطوة خطوة. المدخل بتاع التيار هتسمي الطرف ده اكس والطرف ده اكس. نخرج التيار هتسمي الطرف ده واي والطرف ده هتسميه واي. وتيجي تجيب قلم تاني عشان ما نتلبخش، وسمي بقية النقط التفرع، سميها بايه او بي مثلا. فتيجي من هنا لغاية هنا لغاية السلك ده، تدخل لهنا وتدخل للمقاومة دي وتدخل لدي وتدخل لكل الحاجات دي لغاية اما تخبط في المقاومات، بتسمي كل ده بنقطة ايه. فهتسمي الطرف ده ايه والطرف 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 ده ايه. هتلاقي ان كل المقاومات كده اتسمت. طيب اول ما تبص كده هتلاقي مقاومة 2 ار ما بين نفس النقطة ايه وايه، فهتلغيها. 2 ار ما بين نفس النقطة ايه وايه فهتلغيها. هيتبقى لك مين دلوقتي؟ كل اللي اتبقى لك هو مقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي. طب يبقى لك كام نقطة؟ 3 نقط، نقطة اكس، نقطة اسمها ايه، نقطة اسمها واي. من الاكس للاي ار، ومن الاكس للاي ار. يبقى انت عندك هنا ار وعندك هنا ار. من الواي للاي ار ومن الواي للاي ار. يبقى انت عندك هنا ار وهنا ار. ار وار نص ار، ار وار نص ار، نص ونص يديك ار. يبقى الإجابة هي رقم ب بكل بساطة.